مسلسل قصر النيل برضو كان من الأدوار اللي حضرتك عملتها وكان صداها لطيف، أحب أسمع برضو من حضرتك عنه. منصور السيوفي في قصر النيل حبيت شخصية عشان فيها تحدي حلو، إنه طبيعة التمثيل إنك بتبين للي بيتفرج كل الانفعالات ده التمثيل. منصور السيوفي صعب لأنه مطلوب ما تبينش، فأنت طول الوقت بتشتغل على كتم الانفعال مش إظهار الانفعال، ودي مسألة صعبة جدا وعملت مجهود. هو شخصية يعني وش رخامي بوكر فيس وعينيه زجاجية يعني وحاد. عارفاهم الناس دول، عارفاهم وبتجنبهم في حياتي يا أستاذ صبري. فمنصور كده وعشان ما يبانش عنده اي انفعال في نفس الوقت محتاج الجمهور يبقى عارف، يعني مسألة معقدة شوية. ايه اصعب مشهد؟ القتل. انا اتقتلت 68 مرة لانه كان كل ما يتخيل المحقق اللي هو احمد مجدي تخيل كتير ان دي اللي قتلت، وبعدين تخيل ان ده اللي قتل، تخيل ان ده اللي قتل، فانا صورت كل الشخصيات بتقتلني بمرات مختلفة بآلات مختلفة في مواقف مختلفة. فانا مثلا اتقتلت في المسلسل ده يجي 100 مرة. يلا معلش، بعيد عننا بعيد عننا، العمر الطويل لحضرتك. في المسلسلات اوكي.